بلال الف مبروك، فوز مهم للنادي الاهلي النهارده. الله يبارك فيك كابتن ايمن، طبعا مبروك للنادي الاهلي، يعني 4 من 4 استحقاق يعني النهارده مباراتك، يعني وان كنت في الشوط الثاني كنت يعني ممكن يكون المعدل البدني نزل شويه، الجيم اتفتح بشكل غريب شويه، ما كانش في شويه تنظيم، وده مش مطلوب معكم يعني في المباريات اللي جايه، لان كل مباراه مع النادي الاهلي مباراه صعبه يعني. اما بمناسبه الاحتواء، احنا اتفقنا احتواء بعد الثالث، ما فيش بعد الاول ده، ما فيش الاولاني ده ما فيهوش احتواء الاولاني يعني، لا قصدي ان ما فيش احتواء يعني، جت كوره لحمدي فتحي مثلا كان في كلام عليها، الكابتن الغندور اداله الطرد كارت احمر، يعني كان يعني وجهه نظر هنسيبها للكابتن نصر عباس، فيها شكوك كبيره هنسيبها للكابتن نصر عباس يعني، يعني احنا برضو يعني اكيد لنا راي يعني، وراي كابتن أكيد. ناصر طبعا طبعا يعني يؤخذ كل واحد ليه وجهه نظر، لكن هي من وجهه نظر الشخصيه يعني استحواذ غير كامل على الكوره، يعني انا كلامك بلغه الكابتن ناصر عباس، الاستحواذ مش موجود الكامل على الكوره، في اتنين مغطيين في اتنين كمان مغطيين، يعني هو مش فرصه مؤكده لاحراز الهدف، فبالتالي يعني انا شايف ان هي عارف يعني لولا توقيت الكوره كان ممكن تتحسب انذار وخلاص، يعني دي لو في نص في نص الماتش تمام، او بدري شويه ربع ساعه ممكن تحسبش تتحسب بس انذار فقط لا غير، انما برضو انت في اخر ثانيه وهتتلعب يا تيجي يا ما تجيش، انت برضو عارف يعني في بعض الحكام في الاخر بيحب ياخد لقطه لطيفه في مصر، فدي من اللقطات اللطيفه اللي ممكن ياخدها الحكم قبل الماتش عشان تبقى معلمه مع الناس كده، ان هو ادى حمدي فتحي كارت احمر، وده من وجهه نظري الكارت احمر غير مستحق على الاطلاق، لكن الاهلي مجملا كان افضل هي وجهه نظرنا كتير. تقريبا معظمنا يعني او كلنا، ولكن احنا برضه هنتركها للكابتن ناصر، احنا شايفين ان هو كان يكتفي بكارت اصفر، ده الطبيعي يعني الحالات المشابهه بتقول كده يعني، مش بتكلم على وجهه نظر الشخصيه، هو اكتفى بكارت اصفر على فكره، لا هو اكتفى بس الفار جابه بص عليها الفار، لكن هو احنا نسال بقى في قريب كابتن ناصر عباس عشان بس ما نظلمش الراجل ان هو كان انذار زي تقديرنا كلنا، لكن اللي جاب هو اللي شاف وجهه النظر الثانيه. طب هو ليه يا كابتن؟ انا عايز بس اسال سؤالك، مفيش رجوع للفار ليه في الالعاب اللي ليها شك للنادي الاهلي؟ انا بتكلم ده من السنه اللي فاتت، وليس السنه دي، السنه اللي فاتت خسرنا، وانا بقولها وبكررها، خسرنا من 15 ل 18 بونت بالفار. ايوه مظبوط بالفار، ما احنا اتكلمنا فيها دي يا كابتن عادل. بس في حاجه يا كابتن عادل، لا مش عايزينها تتكرر يا كابتن، لا ان شاء الله مش هتتكرر باذن الله.